السلام عليكم الاخوان، كيف توما؟ لاباس؟ بخير؟ صحة مزيانة؟ انتم هذا المحل هذا موجود في شهر هولمن، كيبيع الاعشاب، كيبيع كل شيء، المسائل رخيصة. ها القرقع، ها واش ما تقولوش السويد ما فيها حتى شي حاجة؟ السويد فيها الحمد لله. دخلوا العرب هنا جابوا لنا المسائل كاملة. هذا السنة المكي، اللي ما كيعرفوش السنة المكي، سمي بالسنة المكي المنسوب إلى مكة المكرمة. الرسول صلى الله عليه وسلم وصى به، قال لك السنة والسانوت فيهما شفاء من كل داء. هاد السنة هذا صالح كيصفي المصارن اللي عنده القابض ولا شي حاجة، وفي نفس الوقت كيعالج اش كيقولوا له السحر، إبطال السحر. كتستعمل منه معلقة كبيرة، دابا هاد الشكل هذا كتشري منه هنا، دابا كيعمل 100 غرام 25 كرونة، نسبة رخيصة. أما هو قبل ما كانش موجود هنايا، كطحنو كترجعو بحال بولفر غابرة، معلقة كبيرة، كتغلي الماء سخون، كتخلي الماء يدفى حتى كيغلى، ملي كيغلى كيدفى، كتكب معلقة، كتخلي هاد معلقة كبيرة، كتخليها تذوب المدة 10 أيام على الريق، الصباح بكري مورا صلاة الفجر، على الريق على الريق على الريق مدة 10 أيام. من بعد كترتاح واحد السيمانة، عاود كتبدا فيه على حساب ما صالحش دائما دائما. وهذا بإذن الله كيبطل السحر كما كان يماه، هذا بالتجربة. ها هو أنا الإخوان، وعاد كاين بزاف د الوصفات، وهو نيتي إذا جيتي عندو هنايا ماشي يعطيك وصفة د اش كيقولو له د إبطال السحر. هذا الورد البلدي هانتينا، ها اللي ما كيعرفش هاد الشيء هذا يجيني هنايا. ها الحمد لله كلشي، راه هي قعقله، راه هي بالخضر في ديك الطاسه مدوره، هذيك قعقله الاسم ديالها قعقله، حبه الهيل مزيانه في الماكله، تقدر داك لاغير داك طيبه بحال اتاي، كتسخن الجسم بحال شكل د اش كيقولوا له د الفياغرا، مزيانه فياغرا مسخر جا منها. خرج من تما، خرج من تما، خرج من تما. هانتوما الاخوان، ها عندو كلشي هنايا، كلشي مسائل طبيعيه. بعد هكذا، بعد هكذا، بعد من تما، بعد من تما، هانتينا. ها ها قدام ليدل، شره ليدل شره المن، كتخرج منا اتجاه الخارجه ديال التران اللي كتخرج من ليدل، كدور على يدك اليمين المحل الاولي، ها هو تما كتجبر ديك الشاورما وكذا، وهذيك هو مورا الشاورما. كنعملو ها هو عندو كلشي هنايا، واجين عندو تشوف، ها كلشي كاين. عندو المسائل اللهم بارك، ها وعندو محتلة وزو القرقاع، فهمتي كيفاش؟ عندهم هنايا اللوز القرقاع، ها هما. تفضل عمي شرفي، تفضل عمي. انا لا عادي نصور. عندهم الرمان، عندهم كل شيء هنايا اللي بغيتي موجود هنا، ها كل شيء موجود هنا. ها عندهم حتى بومز المغرب، يا المغاربة ها هي الديدة. هاد اليومين شربتها فكرتني في المغرب، مع اش كيقولوا له، مع جدادة محمرة ولا مع شي طاجين هكذا مزيون. نعم سيدي، مع الدر على اليد الحوت وضرب مع راسك كتهبط بيها. ها هي 10 الكرونة في البلاد كتعدل، ها هي فيها الثمن تاد البلاد واقيلا هنايا، بلاتي نشلك. ها هي ها الثمن ديال البلاد شحال كتعدل، شوف 11 درهم فاصلة 50 لتر ونص، وهنا عاملين لها 10 خيرة. اجي امجد، اجي
المهم عنده كل شيء باختصار، الليمون كل شيء عنده، عنده حتى اش كيقولوا له السردين ديالنا ديال المغرب. عندو حتى السردين ديالنا هاد المغرب هنايا مليت. ها هو، ها هو تشوف السردين بالزيت النباتي الحار بيك يا حبيبي. ساعة ساعة كتكون ما فيك ما طيب وكذا، وهادي كضرب لنا عام سيدي، هادي مع شوية المرتديلة، هاهي الأنواع ديال المرتديلة، شوية الزيتون، زيتون خضر يما فيها شي العطمين، إيوا وشوية دموناضة نعم سيدي، الله يخلف الله يجعل البركة. ها الوزانية ديالنا، ها عندو حتى الوزانية، ها ها الوزانية، ها 70 درهم، عرفتي شحال كتعد في المغرب دابا. وعندو تا هادي، عندو تا الحرة، ها هي عندو الحرة 50 درهم، 60 درهم الحرة ليترو. عنده المبروكة، وعنده الزيتونة، الزيتونة أنا جربتها، الزيتونة مخيرة، ها هي جوج ليترو ب129، مخيرة الفطور بيها، مخيرة طبيعية هادي بالكارانتية على حسابي. عنده واتسوس، عنده واتسوس، المهم عنده جميع الزيوت موجودة هنا المغرب ديالنا. هذه ما عرفتي واش كاينه في المغرب، ردوا عليا الاخوان في الكومنتار الله يجازيكم بخير. هذه الزيتونه، هذه الزيتونه حسب كنت في المغرب ما بانت ليش. هذه دابا معروفه الوزانيه، معروفه عندنا قديمه، هذه الحره سبق لي شريتها في المغرب، ولكن الزيتونه ما عمري ما شفتها. ردوا عليا في الكومنتار قولوا لي واش موجوده ولا لا. مرحبا بكم لهذا المحل، هذا ماشي كنعملوا له الاشهار ولا شي حاجه، شنو بغينا نشاركوا معكم هذا المقطع الزين. شوفوا الحوت، نشوفوا الحوت، الحوت 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 ما كاينش لا تشوفوا. ها والو الحوت، ما كاينش الحوت. ها هو هذا، ما عرفش الاسم ديالو هذا. هذا الزقزق هذا واقيلا، قولوا لي شنو النوع هذا. جا في الميكا هكذا مخبع ما كيبانش. الحاولي، اه الحاولي الاسم ديالو الحاولي. ها اللسان كلشي يكون خيلة، فريسكو ما كاينش. يلا السلام عليكم.